الخير، حياكم الله. نجم المعيقل، ارحب بكم في حلقه جديده من يا هلا. قدم معرض سكني اكسبو جده 2019 عده منتجات تمويليه بهدف تسهيل القروض العقاريه للمستفيدين من خلال جميع الجهات ذات العلاقه من مطورين وعقاريين ومقاولين وجهات حكوميه ومؤسسات تمويليه، وتوفير كل حلول الاسكان والتمويل تحت سقف واحد، حيث يستمر المعرض حتى 24 من شهر أبريل الجاري. لم يعد السكن هاجساً يقلق راحة المواطنين أو حلم من يسكن مخيلتهم، بل أضحى واقعاً يلامس طموحاتهم. هذه هي الحقيقة التي ستراها في معرض إكسبو في جدة، وما يقدمه من حلول ومنتجات عقارية متنوعة لكافة الشرائح المستفيدة. تحت مظلة سكني إكسبو عندنا ثلاث محاور رئيسية تخدم المواطن لتملك مسكنه الأول، وهي في النهاية تيسير لرحلة المواطنين في تملك المسكن. تبدأ من المستشار العقاري إلى السكشن الثاني أو الوحدة الثانية اللي هي عروض السوق، منها الوحدات الجاهزة ومقاولين للبناء الذاتي أو مشاريع البيع على الخارطة المقدمة من وزارة الإسكان عبر الشراكات، والمرحلة الثالثة مرحلة التمويل وهو ما يختم به المستفيد رحلته لتملك المسكن الأول. 10 أيام يستهدف المعرض فيها مستفيدي قوائم انتظار وزارة الإسكان والصندوق العقاري وتيسير رحلة تملكهم للمسكن الأول، إضافة إلى تسهيل القروض العقارية للمستفيدين من خلال جهات مختلفة من المطورين والعقاريين والمقاولين والجهات الحكومية أيضا والمؤسسات التمويلية، والكثير من الحلول الأخرى حول الإسكان والتمويل، كل ذلك تحت سقف واحد. هنا في جانب تنافسي ما بيننا وما بين السوق وبين مشاريعنا إحنا كمقاولين ومطورين عقاريين وكتصنيف لنا بشكل عام في السوق. إحنا نهدف أننا نلبي احتياج المجتمع من كافة الشرائح، نقدم لهم خدمات، نقدم لهم منتجات، نحاول نحقق باب من أبواب الرؤية اللي هو جودة الحياة. اليوم أنت محتاج تخطي الطلبات الموجودة، فالأفكار الجديدة المطروحة هنا أنا حقيقة عجبتني كثيرا، وأعتقد بأن هي تؤدي الغرض المطلوب منها، وربما يعني تسرع في موضوع حصول الناس أو الأفراد على حاجتهم للمساكن. يعد معرض إكسبو ترجمة فعلية لحرص الدولة على مواطنيها من خلال توفير السكن اللائق وفق رؤية المملكة 2030. حسن رحماني لبرنامج يا هلا جدة. ينضم معي عبر الهاتف الأستاذ حمود العصيبي المتحدث الرسمي لصندوق التنمية العقاري. مساء الخير أستاذ حمود. مساء الخير أخوي جمال، وشكرا على الاستضافة. الله يحييك أستاذ حمود. اليوم الإكسبو جدة يأتي بعد معرضين عقدت في سابقا في الرياض والظهران، ما الجديد في إكسبو جدة؟ عدد المستفيدين حتى الآن من زوار المعرض؟ نعم، نحن في وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية ومن خلال برنامج سكني نسعى دائما لأن تكون معرضنا مكتملة ومحققة للأهداف اللي نطمح إليها، وهي بالتأكيد خدمة المواطن والمساهمة في رفع نسبة تملك المواطنين إلى 60% بحلول 2020 وإلى 70% بحلول 2030 وفقا لمستهدفات برنامج الإسكان ورؤية المملكة. والحمد لله يعني معرضنا في الرياض وظهران محقق للنتائج. مثل ما نعرف في الرياض بلغ عدد زوار أكثر من 15,000 أسرة وتم توقيع 8,000 عقد، وفي الظهران بلغ عدد زوار أكثر من 11,000 أسرة وتم توقيع 4,000 عقد. واليوم نحن في جدة لخدمة مواطني مكة المكرمة، والمعرض يضم الحلول السكنية والتمويلية تحت سقف واحد من خلال المعرض. ومن خلال المعرض يعني سيتم إطلاق برنامج دعم الدفع المقدم للمدنيين والذي سيتيح لمستفيدي وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية ممن اقتربت أعمارهم من سن التقاعد أو تجاوزت 50 سنة الاستفادة من البرنامج، واللي هو عبارة عن قرض حسن بحد أقصى 140,000 لتغطية الدفع المقدمة بنسبة 20% من قيمة العقار،
بالإضافة إلى دعم نسبة أرباح التمويل، ويسدد طبعا القرض الحسن بعد الانتهاء من سداد التمويل. يعني أصبح المواطن بإمكانه الآن الحصول على التمويل يصل إلى 640,000. وهذا البرنامج هو الجديد في معرضنا في جدة، لأنها تعرف أعلن البرنامج قبل بعد معرض الظهران، والآن هو يتم تطبيقه الآن في جدة. نعم أستاذ حمود، اليوم أنتم في وزارة الإسكان إجمالا عبر كل برامجها اللي أطلقتها خلال الفترة الماضية تستهدفون الوصول لعدد معين خلال سنة 2019، كم هو الرقم اللي تستهدفون الوصول له؟ مثل ما تعرف أخوي جمال، إحنا في نهاية عام 2018 احتفلنا بتوقيع أكثر من 50,000 عقد تمويلي في هذا العام، وخلال الربع الأول من 2019 حقيقة الإقبال زاد على البرامج نتيجة اكتمال منظومة الحلول، وأيضا جاهزية تامة لجميع الجهات التمويلية. بلغ عدد العقود اللي وقعت من بداية البرنامج وحتى الآن 84,260 هذا اللي وقعت، وبالتأكيد احنا طموحنا دائما كبير، واي نجاح دائما يدفعنا للبحث عن نجاح جديد. ومستهدفنا في هذا العام 2019 هو 160,000 عقد، وباذن الله ان شاء الله انه يتحقق، ومن هنا حقق ان شاء الله امال الكثير من المواطنين، ونساهم في سعادتهم بتملك مساكن. 162,000 مستفيد خلال 2019 ولا كامل البرنامج؟ لا، من يعني 160، نصل الى رقم 160,000 ان شاء الله. 160,000 هذا مستهدف لكم؟ هذا مستهدف ان شاء الله في نهايه 2019 باذن الله وبحول الله. ومثل ما قلت لك، يعني انت لو تلاحظ يعني من 50,000 نهايه 2018 والان احنا 84,060، يعني في الربع الاول ان شاء الله باذن الله ان نحقق الانجاز اللي نطمح له ان شاء الله. وش الخطوه اللاحقه فيما يخص سكن اكسبو؟ وش المناطق الاخرى اللي راح تستهدفونها خلال الفتره الجايه؟ بالتأكيد احنا هدفنا ان نكون قريبين من المواطنين باستمرار، يعني طبعا سكني يعني يوفر الحلول سواء من خلال منصة وضع السكني او في صندوق التنمية العقارية او ايضا من خلال فروع الصندوق المستشار في المملكة. احنا بعد كل معرض نقيم الايجابيات والسلبيات ونسعى الى دعم الايجابيات، وان شاء الله باذن الله احنا يعني المرحله القادمه ستعلن ان شاء الله في نهايه المعرض بحول الله وقوته. ومثل ما سالت كان ضمن سؤالك اخوي جمال ان يعني عدد الزوار، فاحنا خلال الثلاث ايام الماضيه يعني تجاوز عدد الزوار 6,000 زائر ان شاء الله، والاحصائيات ان شاء الله في نهايه المعرض ستعلن سواء كزوار او كعقود موقعه. طيب خليني بس أسألك سؤال أخير ولو طلت عليك، لكن القرض العقاري المدعوم حتى الآن كم هو عدد المستفيدين من هذا البرنامج؟ هو مثل ما ذكرت لك أنه من بداية انطلاقة البرنامج إلى اليوم 84,000. نعم هذا اللي وقعوا عقود تمويلية وانتهوا 84,260 من بداية البرنامج. وكل في غالب مناطق المملكة؟ نعم هذا هو العدد الآن. الأستاذ حمود العصيمي المتحدث الرسمي صندوق التنمية العقاري، شكرا جزيلا لك. فاصل ونعود.